احنا معانا على الهاتف الاستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي بالاهرام المسائي. اهلا بحضرتك يا استاذ طارق. مساء الخير يا فتاح، مساء الخير على كل المشاهدين. مساء النور يا استاذ طارق. كام الشوط الاول، خلص ولا لسه؟ هو 2-0 للنادي الاهلي، واحد من ضرب الجزاء واحد تاني طبعا كره عرضيه من بس تاو احرزها كهربا. فالمباراه الحقيقه مباراه ممتعه يعني. الاهلي بيقدم مباراه كويسه يعني. الاتحاد الاسكندري من هو متاخر بهدفين، لكن بيبادل الهجمات والهجمات المرتده، والمباراه بتسير بشكل طبيعي ما بين فريقين كبار يعني، سواء الاتحاد او النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي طبعا عايز يحسم الموقف، منتظر نتيجه بيراميدز وسيراميكا يوم الاثنين، لان لو بيراميدز اتعادل يبقى كده النادي الاهلي هيخش مباراه القمه وهو حاسم بطوله الدوري بشكل كبير جدا. ده خبر جديد ده بقى اللي حضرتك بقى بتقوله، يعني سيراميكا وبيراميدز يوم الاثنين بعد بكره لو اتعادلوا او فاز سيراميكا يبقى الاهلي كده حسم البطوله وداخل القمه وحسم البطوله بشكل كبير. تمام، بس يعني من مباريات كتيره ما شفناش الشوط الاول للنادي الاهلي بيبقى فيه اهداف، دايما الاهداف بتبقى في الشوط الثاني، صح يا استاذ؟ ما الاتحاد بيلعب بطريقه مفتوحه يعني. النهارده الاتحاد بيبادل الهجمات وكولر محرر الثلاثه اللي قدام، سواء حسين الشحات او برشيتاو او كهربا، بيتبادلوا المراكز فبيعملوا خلل في الخطه الدفاعيه اللي بيعملها زوران. لكن الاهلي انتهز الفرصتين، واحده ضربه جزاء احرزها علي معلول، والثانيه كره عرضيه احرزها كهربا، بالاضافه الى اكثر من فرصه. والاتحاد ايضا ضاع اكثر من فرصه بالكرات البينيه اللي بتوصل لمهاجمين. لكن المباراه في مجملها مباراه متميزه في الشوط الاولاني، هنشوف الشوط الثاني طبعا. تعرف المباراه ما زالت مستمره، فنشوف الشوط الثاني هيوصل لايه. فالحقيقه المباراه بالنسبه للفريقين وتجربه كولر النهارده ان هو مريح مروان عطيه ما لعبش بيه، لعب في الفخري وبيلعب بالقندوسي. فالحقيقه هو النهارده بدا يغير شويه في شكل تشكيله، لكن مثبت الدفاع عند محمد هاني وياسر ابراهيم وطبعا محمد عبد المنعم وديان معلول مع الشناوي. ده تثبيت لخط الدفاع مع تثبيت للثلاثه اللي قدام اللي هو بيرستا وحسين شحات وكهربا. اعتقد ان كولر بيجرب النهارده الخطه اللي هيلعب بيها قدام نادي الزمالك، خاصه ان سيريو يعني برضو عنده افكار جديده بالنسبه للنادي الاهلي. فكولر ممكن النهارده ليه بيجرب اكثر من طريقه في المباراه بتاعت النهارده بتاعت الاتحاد. هو يعتبر كده بيجرب كذا خطه وكذا، واللعيبه كمان بيثبتها كمان، ياخدوا حساسيه المباراه اللي ما كانوش لعبوا الماتش اللي فات عشان مباراه القمه اللي هي الاهلي والزمالك الخميس. بالظبط، بس اعتقد ان هو في مباراه القمه هيرجع تاني مروان عطيه مكانه، اكيد اساس ان هو من اللعيبه الاساسيه. يمكن زي ما حضرتك قلت كده، مروان مهدد انه لو خد انذار ثالث ان هو يغيب عن القمه، فممكن يكون بيريحه النهارده بشكل كبير. ده اكيد. طيب المباراه الثانيه الزمالك وفيوتشر، ده هيتلعب الساعه 9 طبعا، مباراه مهمه جدا لديت اللي هيكسب هياخد طبعا المركز الثالث او يبقى المركز الثالث في الدوري. بالضبط، مباراه طبعا بالنسبه للسيريو كمان برضو مباراه مهمه. انت عارف ان لجنه المسابقات غيرت المواعيد النهارده عشان يبقى الفريقين لجنه المسابقات يعني مريحين نفس العدد، لان كان مفترض الزمالك النهارده والاهلي بكره، لكن غيروا المواعيد وخلوا الاثنين في ميعاد واحد. نعم. النهارده الاهلي مع الزمالك، الزمالك بيلعب مع فيوتشر في صراع المركز الثالث، والاهلي طبعا مع الاتحاد اللي هو شغال دلوقتي. فبالتالي عشان يبقى عدد الايام اللي هم الفريقين مريحينها قبل القمه متساويه، فبالتالي الزمالك النهارده برضه هنشوف سيريو هيتعامل ازاي مع المباراه، خاصه ان فيوتشر وبروفا برضه لمباراه القمه برضه يا استاذ طارق. نعم، وبروفا برضه لمباراه القمه. ايوه، ما احنا برضه هنشوف سيريو هيتعامل ازاي النهارده في الطرق بتاعته، على اساس ان هو بيجرب اكتر من طريقه عشان النادي الاهلي يوم الخميس. انت عارف ان هو برضه المباراه مع فرقه كبيره زي فيوتشر، عايز هو ياخد الثلاث نقاط عشان يتفوق عليه. فيوتشر طبعا عايز يحافظ على المركز بتاعه، عايز على الاقل يطلع بتعادل مع نادي الزمالك او يفوز عشان يعني يبعد بنقاط شويه، خاصه ان صراع المراكز اتحسم. يعني احنا النهارده مش هياثر على اختيارات افريقيا، خلاص افريقيا اتحسمت بالنسبه للاربع فرق، الاهلي وبيراميدز في دوري الابطال، الزمالك وفيوتشر في الكونفدراليه. فحتى تغير هذه المراكز الثالث او الرابع مش هيأثر على الاختيارات الافريقيه، لكن سيريو يعني بيحاول ان هو يخش مباراه القمه وفي المركز الثالث مطمئن على لعيبته على الطريقه اللي هيلعب بيها، ما عندوش تهديد بغيابات ان هو لاعب واحد بس
اللي هو زيزو، فبالتالي ده اللي هو معرض للانذار الثالث، وبالتالي هو مطمئن على باقي الفرقه. بيستعيد طبعا حسام عبد المجيد، بيستعيد حاتم سكر، بيستعيد محمد طارق، فبالتالي هو حتى النهارده حاطط اللعيبه ديت في التشكيل، فبالتالي هو بيطمئن عليهم على اساس ان حسام، لا ده حسام لسه الثلاثه هم في معارضه مع المنتخب الاولمبي، هو هيستعيدهم في مباراه القمه سواء حسام او محمد طارق او حسن سكر، لان الثلاثه دول لسه مع منتخبنا الاولمبي اللي هيلعب الساعه 11 مع المغرب. لكن ده لسه هنتكلم فيه بقى، عايزين نتكلم فيه بقى ماتش بقى مصر والمغرب الاولمبي. مع المنتخب الاولمبي بيستعيد قوته الضربه في الدفاع طبعا، لان الثلاثه مبديين بشكل جاد مع منتخبنا الاولمبي الصراحه، اللي هم حسام عبد المجيد، حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر. الثلاثة دول من الزمالك؟ الثلاثة دول هم الأكثر جاهزية مع إبراهيم عادل مع منتخبنا الأولمبي، لأن الثلاثة بتوع الدفاع دول إبراهيم عادل بيلعب مع بيراميدز. هم الثلاثة دول بيلعبوا في نادي الزمالك يا أستاذ طارق؟ حاتم سكر وحسام ومحمد طارق. الثلاثة بيلعبوا في الزمالك. طب كلمني بقى عن بيلعبوا ممتاز، دول من القوة اللي هو بيعتمد عليها. طبعا طبعا أوساريو بيعتمد عليهم. طب كلمني بقى يا استاذ طارق على مباراه مصر والمغرب. احنا خلاص الحمد لله تاهلنا لاولمبياد باريس 24، فكلمني بقى عن ظروف المباراه النهارده. طبعا يعتبر نهائي واحنا كنا حاملين اللقب المره اللي فاتت، يعني بالطبع يعني المنتخب النهارده بيدافع عن اللقب، واحنا فايزين باللقب ده في 2019 ورحنا طوكيو 2022 مع كابتن شاو غريب. فالنهارده انت بتوصل لتاني مره اولمبياد، يعني باريس دي تاني مره على التوالي. المنتخب النهارده المغرب فرقه قويه، يعني النهارده انت بتلاعب فرقه متميزه عندها محترفين بتلعب بطريقه قويه، وصلت بالعلامه الكامله حتى لو وصلت مع مالي بضربات الترجيح، لكن ما تعرضتش لهزيمه، ما تعرضتش لاي هزه. ايوه بس احنا الحارس المرمى بتاعنا برضه ما دخلش فيه اي هدف. بالظبط، حصل كل نقاطها، لكن انت بتتكلم كمان ان انت قابلت المغرب قبل كده في مباراتين وديتين في ارض المغرب بكامل محترفيه، واستطعت ان انت تفوز عليها. ودي خلاف الرسمي، نعم. لكن النهارده هي هتبقى مباراه قويه جدا ما بين فريقين. المغرب طبعا على ارضه ما بين جمهوره مش هيفرط في البطوله، وانت بتدافع عن اللقب، فالحقيقه هتبقى مباراه قويه جدا. نتمنى طبعا الفريق المنتخب المصري التوفيق يعني والدفاع عن لقبه والعوده بكاس البطوله ان شاء الله باذن الله. الاستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي الكبير بالاهرام، شكرا جزيلا لحضرتك، وبالتوفيق النهارده باذن الله لمنتخبنا القومي الاولمبي تحت 23 سنه لفوز بالمباراه النهائيه وبطوله افريقيا الساعه 11 مساء.